واحد الوقت واحد الحديث على كيفاش تسمى العنق، وانا باش يعني من لا داك اللي كان تيدوي على العنق مشى للعنق ديالو وقال شي حاجه في علاش خدوا السميه، واش على الكاب على على مثلا الفصاله ديالو بحال العنق شي حاجه بحال هكا، ولكن انا ما نقدرش يعني نقول لك هي كاينه. المهم راه هذه الهضره دارت على علاش تحط العنق اسم، هذا هو اللي انا واللي في الشباب ديالي كنا تسمعوا تيقولوا بان هذاك اللي كان تيدوي تيقول العنق، وزعما في الصاله ديال يعني البنيه ديالو وفي الصاله ديالو بحال العنق، والله اعلم. بالنسبه للعنق كان يعني تيحدو بالنسبه ليا دابا، انا بارك على اليمين البحر وعلى اليسار كانت الهجاجمه وكان اراضي فلاحيه، واللور ديالي كانت رودا هي باقا وخشله راه ريبوها ما بقاتش، دابا تيبنوا فيها يعني دي زابارتمون راقيه، وكنتي في الامام ديالي يعني متى توصل العماره اخر عماره 33 وانت غادي في الخلاء حتى سيدي عبد الرحمن، اشي تنقلوا على هنا كانت الغابه في كاين دابا الجامع ديال سعود، انت غادي في الخلاء حتى توصل لواد قوقا هو اللي مقابل مع سيدي عبد الرحمن، كنا حنا ديك الساعه صغرنا تنمشيو نديرو الفخوخه ونصيدوا الفراخ، هذا هو العمق اللي كنت تحيط به. البحر على اليمين ديالي بالنسبه للصوره دابا اللي انا مخذ منها، والامام كانت خلاوات، وعلى اليسار ديالي كانت هجاجمه واراضي فلاحيه، والوراء ديالي كانت كاينه الروضة ديال المسيح، هما عندهم الروضة عندهم واحد العيد ديالهم تيدور ثلاث ايام في السنه تيجيو يزوروا الاموات ديالهم وتيشريوا الورد والنوار وتيدخلوا يحطوه على التومب ديالهم يعني على القبور ديالهم، هذه من العادات اللي كنا تنشوفوا حنا. دابا بانت لي انقرضات ما بقاش داك الشيء اللي كان لسان عقويا في صغرنا، كنتي تدخل المئات ديال بائعين الورد والمحابق، دابا ولا واحد يعني دوك الناس ما بقاوش يجيو يزوروا، هذا ما غاديش نقدر نقول شي حاجه فيه لان ما عنديش شي معلومه عليه، واش داو الموتى ديالهم واش ما بقاوش هذوك الناس يعيشوا هنا. المهم راه كان واحد الرواج ثلاث ايام في الشهر بكل سنه، يعني كان هذا احتفاء، كنا احنا دراري صغار كنا يعني نتحركوا معاهم وتنهزوا لهم حبقات وتدوروا معنا، وكانت الرواج وكانوا الناس تيجيو يديروا الماكله وتيديروا قياضه الماكله. دابا قلت لك هذه السنوات واحد 20 سنه ما وراء من تقريبا من 2000 دابا ما بقاش داك الشيء اللي كنا تنشوفوا، يعني داك الشيء تحبس، بقى واحد دابا اللي تيجي في السنه هو اللي تيبيع لهم الورد ودوك المحبقات، هما عندهم تقاليد تيدخلوا يحطوهم على القبر ديال الميت ديالهم. رجعوا لحي العنق الحالي دابا ديال 2020، يعني الحمد لله دابا غادي في التحسن بالنسبه للاصلاحات دابا اللي كاينه ادو لي زيسباس فير دابا اللي تيديروا لنا والاصلاحات، يعني بدلوا لنا ستراسيون ديال الماء، بدلوا لنا ستراسيون ديال الضوء، هما دابا تيصوبوا دابا هما في الاشغال دابا حاليا في الاشغال غادي يديروا جرادي يعني وغادي يصبوا العمارات، يعني دابا العنق يعني بحال غيرجع ديك الايام ديال الخمسينات، يعني انا تتبان لي غادي يردوه الايام اللي كبرنا احنا فيه، انه كان رقي كما قلنا سابقا الكونشيرج النظافه، دابا الحمد لله هما خدامين فيه دابا، راه هما دابا تنشوفهم صباح مساء الخدمه كاينه يعني كما تنقولوا على الجد، ايوا نطلبوا الله يعني يطولنا عمرنا، انا بصفتي عندي في عمري 67 وليداتنا يعني والجيل الجاي يشوف العنق في واحد الحله اللي يعني تسر النظره، وهذا هو اللي غنقول لكم. الشركه دابا ديار المدينه هي باش نفهموا مزيان، دابا هي لا سي دي جي يعني صندوق الاذاعه والتدبير هو مالك العقار، ولكن هاد ديار المدينه راه غير اسم على سميتو، اما هما راه لا سي دي جي هاد ديار المدينه هادي غير اسم ديرينو،
اما هو راس لا سيدي جي.